طيب الآن احنا لما نتكلم عنه بنتكلم في عالم الديسكريت. في عالم الديسكريت بنتكلم انه في عنده خطوط متقطعه. الخطوط المتقطعه الاشاره هان معروفه، الاشاره هان معروفه في النص بين المتقطع هان ما حدش عارفها. طب هذا كيف ايش بده يحصل فيها؟ هذا عالم الديسكريت. الآن الاشارات معروفه بس لحظه ما اعمل سامبلينج. يعني بعباره ثانيه اقول لك زي ايش؟ لو انت عندك غرفه أو قاعة في الجامعة. الآن القاعة لو أنا حاطط كاميرا بقدر أشوف عليها باستمرار مين بدخل ومين بطلع. فأنت لو سألت في أي لحظة قديش الموجود بتقول لك بالضبط. الآن في الديسكريت لا، الكاميرا مش شغالة على طول، شغالة وقت إيش؟ الآن الكاميرا بتبقى شغالة مثلا كل 5 دقائق. فأنا باجي على كل 5 دقائق هاي باجي بشوف في عندي مثلا 20 طالبة. الآن رحتها بعد 5 دقائق برجع بلاقيهم 30. الآن يمكن دخل من جوا هذا من 20 الموجودين طلعوا 15 ودخل 25. أنا ما شفتش هذه العملية، جيت لقيت هذا في الأول كان عندي 20 وصاروا 30، يعني الزيادة عندي بعتبرها 10، مش تغير عندي 25 واحد في هذا المجال. فعالم الديسكريت لحظة ما أنت تطلعي هي اللي بتشوفي إيش الموجود، أما بين التطليعة والتانية بتشوفيش حاجة. هذا عالم الديسكريت اللي احنا بنحكي عنه واللي بنقول عنه هو في إشكالية. الإشكالية هاي إنه مش دقيق زي عالم الكونتينيوس. فأول شغلة بنعمل في اول شيء بنعمل عندنا في عمليه الانترفيس من الانالوج للديجيتال بنعمل السامبلينج، يعني بنقطع الاشاره لحظه السامبلينج تايم، يعني كل كام حسب اللينك تبع السامبلينج تايم بنقطعها. لو كان كل دقيقه بنقطع كل دقيقه، كان كل ثانيه بنقطع كل ثانيه، كل 10 ثانيه بنقطع كل 10 ثانيه. ايش بنلاحظ؟ كل ما نصغر السامبلينج تايم كل ما الاكيرسي تبعت الاشاره بتبقى ايش؟ اعلى. وهذا اللي بنحكي فيه. الان طيب هذه الاشاره لما قطعتها الرقم تبعها ما تغيرش، طب انا الكنترولر تبعي ايش بسميه؟ ديجيتال كنترول، يعني بعباره ثانيه بدي اياه على شكل ديجيتال انبوت هذه الاشاره. طب شغال التسجيل، التسجيل عندي شغال على شكل ديجيتال input كويس. الان في الديجيتال انبوت اللي بنتكلم فيه، طيب ايش كيف بدي احوله؟ في عمليه بنسميها يمكن مرت عليكم الكوانتايزيشن. في الكوانتايزيشن ايش اللي بحصل؟ انا عمالي بحول هذا الكود عندي الاشاره لكود ديجيتال كود. الان الاكيورسي تبعتي حسب اللينك تبع الديجيتال كود، يعني الإشارة اللي فيها 10 ديجيت يعني فيها 10 أرقام 10 ones and zeros الأكيرسي تبعها غير عن ال 3 ديجيت. يعني لأنه 3 ديجيت نحط 2 أس 3 بدها تعطيني 8 levels، بينما ال 10 ديجيت بدها تعطيني 10-24 levels. هذاك إيش بصير؟ تعطيني أكيرسي أكبر. ففي عملية الكوانتايزيشن هذه بحصل في إيرور. الايرور هذا يعني بنحسبه مش صغير بس ها. لهذا السبب الديسكريت موديل اكيورسي تبعته مش زي الكونتينوس موديل، اقل اكيورسي كويس، يعني less accurate than الكونتينوس موديل لانه بصير approximation في هذه العمليه. طيب الان لما انا اروح من هان اروح لوين؟ لعالم دخلت وتحولت لديجيتال، الان اشاره ديجيتال بدي احولها لايش؟ لكونتينوس عند الديجيتال تو انالوج كونفرتر. ايش اللي بحصل في هذه الحاله؟ انا الاشاره عندي هيها هان والاشاره الثانيه هان. الان هذه فيش وصله بينهم، انا الحين بدي اوصل ما بين الاشاره هاي والاشاره هاي. اسهل طريقه اوصلها بخط مستقيم كويس. الان لو كانت هذه اكبر اي قيمه بدي اخذها؟ بدي امشي يا من هان هيك يا اما من اللي فوق هان. في الحالتين في عندي ايش؟ ايرور، لانه انا جيت لحاجتين مش متساويات. الان
انواع السيركت اللي بتعمل هذه الابروكسيميشن. في نوع بنسميه الهولد سيركت، الهولد سيركت، الهولد سيركت هذه عباره عن بالانوميال. البالانوميال انا باخذ، لو اخذت فيرست اوردر يعني دي سي تيرم، الزيرو اوردر، الزيرو اوردر اللي عندي زيرو اوردر، ابسط الانواع ايش بتعمل لي؟ بتعمل لي خط مستقيم للاشاره، هذه بنسميها في اللغه بيس وايز كونستانت، يعني ثبتت الاشاره بين السامبلينج تايم من واحد للثاني. الان اي واحده اختار هذه وامشي لقدام، ولا اختار اللي عندي وارجع لورا، هذا الابروكسيميشن اللي بنسميها، اللي شفتوهم فيه شويه ديريفيشن، الباكورد ابروكسيميشن والفورورد ابروكسيميشن. هذول اللي شويه شفتوهم وكانت شويه هيفي عندكم، وقلتوا هذه شويه بتلخم في المحاضره اللي فاتت. فحكايه الابروكسيميشن هذه مهمه جدا، وهي بتعرفني بالضبط انا في اي اتجاه. كل واحده من الابروكسيميشن، في ابروكسيميشن ثالث الفورورد، لما نتكلم على الفورورد ابروكسيميشن والباكورد ابروكسيميشن، انا بقسم الاشاره لمستطيلات ريكتانجلز. الان في حاجه بنسميها الترابيزويدال ابروكسيميشن، بدل ما انا اوصل زي هيك، ايش بوصل؟ خط من فوق. فالقاعده عندي على شكل مستقيم، وهذا اكبر من الثاني، ايش اللي بصير عندي؟ اللي فوق هاي صار شكلها شكل شبه منحرف، فالمساحه اللي بجيبها لهذه احسب عليها مساحه شبه منحرف، ولهذا السبب سميتها الترابيزويدال ابروكسيميشن. الان هذه الفكره اللي عندي، الان فكره البلانت بيبقى كونتينوس، الكنترولر ديجيتال، هذول اللي بينهم. الان شغلتنا احنا ايش؟ نصمم هذا الديجيتال كنترولر، هاي المساق. طب نصمم هذا الديجيتال كنترولر، معناته يا ان بدي اصمم كل الديزاين تبعي في الانالوج، يا اما بدي احول البلانت عندي لايش؟ لديجيتال، لانه بنفعش زي ما حكيت اتكلم بلغتين مختلفين نفهم على بعض. فالديزاين تبعي يا اما بدي يكون كومبليتلي للكنترولر في الانالوج، وبعدين اعمل مابينج للكنترولر من الانالوج للديجيتال، او اللي اعمله التالي، انه الكنترول البلان تبعي احوله لديسكريت، واعمل الديزاين تبعي في عالم الديسكريت. طب في عندي تعابير بتمر علي في هذا المساق كثير، زي ايش؟ احنا لما نتكلم على يعني خلينا نقول انالوج كنترول، بنسميه كنترول سيستم، وبنحطلوش اي شيء، يعني الديفولت عندي هو عباره عن كنترول سيستم. طيب الان لما انا بدي اتكلم على الديجيتال كنترول، له مسميات حتلاقوها في الكتب كثيره، بعضها بسموها ديجيتال كنترول، بعضها بسموه كمبيوتر كنترول سيستم، بعضها بسموه سامبل Data System، لأنه في إشارات مختلفة، في Continuous وفي Discrete، Sample Data. في بعض منهم يعني حتلاحظوا من المسميات اللي بتمر عليكم، اللي هي قلنا Digital، وقلنا Computer Control، وقلنا Sample، الرابعة Hybrid System، الهايبريد اللي هم مختلط. هدول كلهم تعابير لنفس الشغله اللي هي، يعني اي واحده من هدول بتنفع انها تكون عندنا ككنترول سيستم في هذا المجال، وهو اللي عندي. طيب تكلمنا عن ايش بنعني في الديجيتال وايش بنعني في الانالوج. طب الديجيتال سيستم عندي حاجتين بتسوي. احنا في الانالوج قلنا الماتماتيكال موديل، كنا بنستخدم ايش؟ ديفرنشال ايكويشن. في الديجيتال في حاجه مشابهه لها بنسميها الديفرنس ايكويشن. كويس، الديفرنس ايكويشن ايش الفرق بينها وبين الانالوج او الديفرنشال ايكويشن؟ عندنا الديفرنس ايكويشن فيها حاجه واحده بتختلف عن هناك. في الانالوج احنا بنستخدم الدريفيتيف، في الديفرنس بنستخدم الديليز. الديليز اللي عندي اللي هي بترادف يعني بالضبط الانتجريشن، بس بنقدرش نعمل في الحياة. انت دائما بتعرف ايش صار في الماضي،
تعرفيش ايش صار في المستقبل. لهذا السبب احنا بنتكلم على الديليز، لانه الديليز حاجه في الماضي، بينما الادفانس حاجه في المستقبل بنعرفهاش، فاحنا بنتعامل مع الديليز فيها. الان في الفريكوانسي دومين كنا نستخدم اللابلاس ترانسفورم او الاس دومين، هنا بنستخدم الزد ترانسفورم او الزي اللي عندي الزي دومين. هذا الفرق بين التنتين كفول. طيب الان هذا بشكل عام اللي احنا الصوره العامه اللي بنحكيها، بنحكي انه في عندي انا بدي اعمل ديزاين، الديزاين هذا في سبيسيفيكيشن بعطيها الي اللي بده يعني يشتغل على اصمم له الكنترول، والكنترول هذا بدي احوله لديجيتال كنترول. يعني في الاول وفي الاخر الامبلمنتيشن تبعتي بتبقى على شكل ديفرنس ايكويجن، لانه كمبيوتر الجوريثم اللي بنتكلم عنه. طيب خليني شويه اعمل شيرنج للسكرين. الآن شفت السكرين اللي عندي هذا، ففي الشاشة اللي عندي إيش بلاحظ؟ هاي الانترفيس اللي حكيت عنه اللي هو بحول لي من أنالوج لديجيتال، هاي الكنترولر تبعي هذا ديجيتال، هاي الانترفيس الثاني بحول لي من ديجيتال تو أنالوج، هاي البلانت تبعي، هذا العالم عالم كونتينيوس، هذا السنسور لساتنا في الكونتينيوس، الانبوت كونتينيوس، الايرور كونتينيوس، هنا الانبوت تبع اللي هو الايرور انبوت تبع الكنترولر اللي هو هنا ديسكريت، والاوتبوت تبعي ديسكريت الموجود عندي. عادة المساحة تحت الكيرف هذه هي عبارة عن ايش؟ عن المساحة اللي بدي اجيبها. عادة في عالم الكونتينيوس هاي بدها تساوي الانتجريشن من 0 ل t في ال e في تاو في ال d تاو الترم الموجود عندي. طيب في عالم الديسكريت ايش بدي اساوي؟ بدها تساوي ابدا من نقطة الصفر واضيف المستطيلات عليها التالية اللي هاد. الان هذه المستطيلات باعتبارها ايش؟ باكورد ابروكسيميشن، لانه انا اخذت من النقطة هاد ورحت باكورد. الآن لو أخذت النقطة هاي ورحت للأمام، هذه حنسميها إيش؟ forward approximation. ولو أخذت خط من ها بين النقطتين، مستقيم بين النقطتين هدول من هان لهان ومن هان لهان، هذه بسميها trapezoidal approximation. الآن الشكل الموجود عندي هاد، دكتور تفضلي، شايفين الشاشة؟ الشاشة معلقة. الشاشة معلقة عندنا؟ موجودة بس معلقة، الماوس معلقة مكان معين يعني. طب هاي بتتحرك؟ تحرك الحين؟ هيك تمام. طيب هو أنا موقف عليها كنت. كويس؟ الحين هاد مبينة؟ تمام يا دكتور، مبينة. مبينة. طيب هذا اللي كنا اللي بنحكي عنها، انه ايش انا بعمل؟ بعمل هنا، شايفين الخط هذا جاي من وين؟ من نقطة للأمام وراجع ورا، مظبوط؟ عشان هيك سميته هذا backward approximation. لو أخذت النقطة هان توجهت إلى الأمام، هذا بسميها ايش؟ forward approximation. لو أنا أخذت خط مستقيم بين النقطتين هذول زي هيك، بعمل أنا trapezoid، وهذا بسميها trapezoidal approximation. الآن الشكل اللي عندي هذه، المعادلة الموجودة عندي هذا أعطتني الـ m of kt اللي هي discrete value، هذا اللي بنتكلم عليه اللي هو الإشارة اللي هذا بنسميه bi analog controller، والبي اي الشكل تبعه في عالم الديسكريت زي هيك. الآن أنا اللي بدي قيمة الـ x of kt، قيمة الـ x of t الـ kt بدها تساوي b1 في الـ e of k plus b0 e of k minus 1 minus a0 x of k minus 1. هذه المعادلة بنقول عنها الـ first order difference equation، وهذه الـ general form تبع الـ first order
linear difference equation. عادة في عندي بلاحظ الاوتبوت اللي عندي بيعتمد على الانبوت الحاضر والانبوت الماضي والايش والاوتبوت الماضي. اذا بنيجي بنطلع هذا الانت اوردر، وفي الانت اوردر بنلاحظ ايش اللي عندي، زي ما حكينا قبل شويه بتعتمد على الانبوت السيجنال في الوقت الحاضر والسيجنالز اللي في الماضي والاوتبوت السيجنال تبعي في الماضي كله. الان يمكن اسهل حاجه لما تكلمنا على الترانسفورم ميثودز، والترانسفورم ميثودز قلنا فيها ايش اللي بيحصل اللي بنتكلم عنه، بنتكلم على انه في عالم الكونتينوس كنت بستخدم اللابلاس ترانسفورم، وهي اللابلاس ترانسفورم حاجه واحده بدكم تطلعوا عليها، وهذه معلومه عامه. ايش هي الاوردر للنوميريتر؟ دائما بيكون بيساوي او اقل من الاوردر للدينومينيتر، يعني هنا الرقم الموجود هان لازم يكون يا اقل يا بيساوي هان. في عادة في الكونتينوس الرقم هذا بيبقى اقل من هذا، هذه عادة بتشوفوها في الكونتينوس. لو كان الرقم هذا اكبر ايش معناته؟ معناته انا السيستم عندي هنا ام ريلايزابل، يعني ايش انا بقدرش في السيستم هذا بقدرش احوله او اعمل له امبلمنتيشن او رياليزيشن في الارض الواقع، ما هذا غير قابل للتطبيق. الان هذه بدي اجيب منها هذا اللي بنحكي فيها، هاي اللي هاي هذه النيو ترانسفورم للديسكريت تايم سيستم، هو بتكلم على الديفرنس اكويجن، فاحنا بنتكلم على الاي اوف زي. اي اوف زي از ديفايند از ا باور سيريس ان زي ماينس كي، وذ كوفيشنت بيساوي ايش الفاليو اللي عندي، يعني انا عندي سيكونس بتساوي الفاليو نمبر اوف ا سيكونس اللي عندي. عندي سيكونس، والسيكونس هذا طبعا بيجي زي الترين القطار، كل عربة بتيجي متأخرة عن الثانية بمسافة معينة، فهذا لو بدي أنا أعمل ريبريزنتيشن بدي أقول هذه العربة تقطع النقطة هذه اللحظة هاي، العربة اللي بعدها بعد مثلا ثانية، اللي بعدها بعد اثنين ثانية، الثالث أربعة ثانية، العاشرة بعد 10 ثواني، وهكذا اللي بنعمل فيها. فهذه الفكرة شبيهة بهذه الطريقة. فالإي أوف زي إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي الزي ترانسفورم للسيكونس اللي عندي الإي أوف كي، وهذا بدها تساوي اي اوف زيرو القيمة الحاضرة زائد اي واحد زي ماينس واحد زائد اي اثنين زي ماينس اثنين، يعني هذا عندي الديلي 1 يونت، هذا الديلي 2 يونت، ولو رحت اي 3 زي ماينس 3 يعني عندي ديلي 3 يونت. طيب لو بدي اجيب العكس، انا عندي اي اوف زي وبدي اجيب الاي اوف كي اللي هي السيكونس اللي عندي، الاي اوف كي بدها تساوي الانفرس زي ترانسفورم للاي اوف زي، وهذا بيساوي 1 اوفر 2 باي جي، والجي اللي احنا الباي عارفينها اللي 3.14، والجي هذه اللي هي السكوير روت للماينس 1 او بنسميه الايماجيني اوفر سيركلر انتجريشن اوفر ان اريا ار في الاي اوف زي في الزي كي ماينس 1 دي اوف زي. الان الاي اوف زي بقدر اقول عنها بتساوي ايش؟ السميشن من كي بتساوي زيرو لانفينيتي اي اوف كي زي ماينس كي، وهذا بنسميه ايش اللي عنده، والاي اوف كي قلنا هذا عباره عن سيكونس، وهذا بنسميه الكلوز فورم اللي عندي. هذه بنسميها الوان سايدد زي ترانسفورم. ليش؟ لانه هذا بتكلم على البوزيتيف بس، من كي بتساوي زيرو لحديت ايش انفينيتي، بتكلمش على النيجاتيف. الان في الكتاب احنا بنتعامل مع هذا، في المساق هذا نتعامل على الوان سايدد زي ترانسفورم. الان في المساقات المتقدمه بنتكلم على الدبل سايدد زي ترانسفورم، والكي بتروح من ماينس انفينيتي لايش؟ لانفينيتي. الان نطلع على الاكزامبل، الاكزامبل بيقول لي ايش هذا؟ اعطيني قيم اي اوف كي لو عندي الـ E of Z of Z بتساوي 1 زائد 3 Z inverse minus 2 Z to the minus 2، وهذه المفروض تكون Z to the minus 4، يعني minus 4 بطيرها هان، فهنا في إشارة minus.
طب هنا السيكونس ايش بيساوي؟ ات زيرو اللي هي اي اوف زيرو حتعطيني واحد لانه هاي القيمه تبعتها، هنا الزي تو ذا زيرو حتكون عندي، والزي تو ذا زيرو بتعرفوها بتساوي ايش؟ واحد. الان اي اوف واحد اللي هي بتقابل الناقص واحد يعني اللي بعد ديلي 1 ديلي بدها تاخذ الرقم 3، طب بعد 2 ديليز حتاخذ الرقم ايش؟ ماينس 2، بعد 3 ديليز فيش عندي حاجه فهذه بتساوي ايش؟ زيرو. بعد 4 ديليز بتساوي 1 وهكذا الموجود عندي. فوضحت الصوره هان كيف احنا بنتكلم وايش الاكزامبل اللي بنتكلم عليه. الان في الرياضيات عندي ايدنتيتي، الايدنتيتي بتقول لو عندي البالينوميال التاليه 1 بلس اكس بلس اكس سكوير بلس اكس كيوب بلس اكس تو ذا فورث وهكذا، هذه بتساوي 1 على 1 ماينس اكس، بس الشرط عندي تبقى القيمه الابسوليوت فاليو للاكس اقل من 1. هذا حنستخدمها الان في الاكزامبل اللي بعده. الان بتقول لي given e of k equal 1 يعني ل k greater equal 0، يعني هذه عباره عن discrete step response. الديسكريت ستيب ريسبونس اللي هي ايش؟ او ستيب سيجنال اللي هي عند الاشاره واحد في الكونتينوس بتضلها ماشيه على طول لانفينيتي، هذا في الديسكريت بتعطيني النقاط واحد على السامبل ات ذا سامبلينج تايم الموجود عندي. فهو بيقول لي فايند اي اوف زي، باي ديفينيشن اي اوف زي بدها تساوي واحد زي ماينس واحد زي ماينس اثنين زي ماينس ثلاثه وهكذا، هذه بتساوي واحد على واحد ماينس زي انفيرس، ولو ضربت النومريتر والدينامينيتر بزي بتقول لي هاي بتصير زي على زي ماينس واحد، الشرط اللي عندي تبقى الابسوليوت فاليو للزي اقل او اقل من واحد او الزي اقل من واحد يعني هذه، وهذه اخذتوها بالسيجنال بنسميها الريجن اوف كونفرجنس اللي بتعطيني اياها. الان هاي المعادله، هذا الفانكشن اللي عندي لو طلعته بالتيبل وانت والاخ اللي بتذكر في السيجنال هي الايش؟ الزي ترانسفورم للستيب اللي عندي. فهي يعني هذه بس بناكد على الديفينيشن كيف بيشتغل. وفي الماتلاب هذا ماتلاب كود تقدر تطلع عليه وتطبقوه فيها. يعني يمكن المره هاي انا قاعد بشرح بالطريقه هاي، بس المرة الجاية هقول لكم جيبوا الأجهزة تبعتكم افتحوها اللابتوب وتابعوا معي في الماتلاب، يعني هاخد أسئلة وإيش لأنه هذا الشرح انشرح بالفيديو الأصل، وأنا بتابع معكم إيش التساؤلات الموجودة عندكم، بس المرة عشان أول مرة وفي حدا اطلع منكم في حدا ما اطلعش على الفيديوهات، فهذه بتخلينا شوية بدنا وقت اكثر لنتعامل معها، فانا بشرح الفكره. الان الاكزامبل الثاني لو عندي اي اوف كي على شكل كومبلكس فانكشن فايند الاي اوف زي، فانا بعمل نفس ما عملت قبل شوي، ايش بدي اسوي؟ واحد زائد القيمه هاي في الزي ماينس واحد ككل، القيمه هاي بضربها في 2 زي ماينس 2 اي تي زي ماينس 2 وهكذا 3، وهنا حطيتها على شكل هذه الباور اوف 0، هنا للباور اوف 1، هنا الباور اوف 2، اللي بعدها الباور اوف 3، واستخدمت نفس المات ايدنتيتي اللي حكيت عنها قبل شويه ونظفتها، وهذا اعطتني الموقع تبع البول تبعنا اللوكيشن للسيستم، والشرط عندي هيو زي ما اشترطنا قبل شويه. احنا في اللابلاس ترانسفورم عرفنا اخذنا البروبرتي تبعت اللابلاس ترانسفورم، هنا برضه بدنا ناخذ البروبرتي تبعت الزي ترانسفورم. الزي ترانسفورم البروبرتي تبعتها اللي هي بروبرتي تبعت اللينير سيستم او اللي بنطلع عليه، ايش هي؟ اللي عندي الاديشن والمالتيبليكيشن باي كونستانت، الزي ترانسفورم لتو سيجنالز بتساوي الزي ترانسفورم لمجموع تنتين بتساوي المجموع لتو للزي ترانسفورم للتنتين كل واحدة لحال، يعني هذا الزي ترانسفورم لاي واحد زائد اي اثنين بدها تساوي الزي ترانسفورم لاي واحد زائد الزي ترانسفورم لاي اثنين، او بدها تساوي اي واحد في زي بلس اي تو في زي. الان مالتبليكيشن باي كونستانت الزي ترانسفورم للاي اوف اي اوف كي بدها تساوي هذا المفروض تبقى الابسوليوت فاليو للاي في الاي اوف زي. الان الريل ترانسليشن عندي لو عندي في ديلي هنا
e to the k minus n u to k minus n. إيش هذه z transform إلها بتساوي z to the minus n e of z. وهنا بتطلع الدليل اللي عندي موجود عنده integer value، يعني الفاليو تبعت الديلي انتجر الموجوده عندي. لو كان الديلي فراكشن في حاجه ثانيه بنشتغل عليها بنسميها المودفايد زي ترانسفورم، وهذا حتاخذوها بتشابتر 4 تقريبا. الان لو هذا كنا في الديلي، لو في عندي ادفانس زي اوف اي اوف كي بلس ان يو اوف كي، ايش بدها تساوي؟ زي تو ذا ان، هاي الرقم هذا صار بلس في ال e of z minus summation من k equal 0 ل n minus 1 e of k z minus k. الآن للcomplex translation هذا قلنا الريل، هذا في حالة الcomplex z transform لل e of a k e of k بدي يساوي ال e of z e minus e to the minus a. يعني بعبارة تانية وين بشوف z، يعني بجيب ال z transform لل e of k، وين بشوف z بعوض بدالها بz e to the minus a. وهي example عندي مثلا زي ما شفنا قبل شوية ال z ال e of k بدها تساوي k، فال z transform قلنا تبعتها بدها تساوي z على z minus 1 square. الآن لو أنا ضربتها بال اللي عندي الcomplex الكامبلكس روت الموجودة عندها، ايش بدي اسوي؟ وين في زي بدي اعوض بدالها بزي اي تو ذا ماينس واحد، يعني هذا بدي احط زي في اي تو ذا اي تو ذا ماينس اي، هنا بدي احط اي زي اي تو ذا ماينس اي، وهنا بعدها بنضفها بضرب في الاي سكو 2 اي اي تو ذا اي 2 اي 2 اي في الايش للكل اللي عندي، فبتطلع هذه على شكل انظف موجود. الان في حاجه بنسميها الانيشال فاليو ثيرم والفاينل فاليو ثيرم، يعني ات اي اوف زيرو لو بدي احصل اجيبها، لو عندي الزي ترانسفورم للاي اوف كي بدي اساوي اي اوف زي، طب اي اوف زيرو ايش بتساوي؟ بتساوي الليمت لما زي جوست زيرو في اي اوف زي. الان الفاينل فاليو ثيرم يعني لو انا بدي اطلع عليه ات انفينيتي، الليمت لاي اوف ان لما n goes to infinity بدها تساوي limit لما z goes to 1 في z minus 1 في e of z. وهدول بيجي هاندي كمان شوية في الشغل اللي بنشتغله هاي. الآن اللي بدنا إياه معكم منكم، عادة احنا لما نشتغل بنشتغل على التيبلز في الكلاس هاي، فتيبل 2.1 و 2.3 في الكتاب هدول صوروهم وخلوهم معكم على طول، يعني وين ما تروحي في حاجه اسمها ديجيتال كنترول هذول التو تيبلز لازم يكونوا معك، لانه احنا بنشتغل عليهم بشكل مباشر. طيب فايندينج الزي ترانسفورم، فايند الزي ترانسفورم للسيجنال اللي عندي، طلع هاي اي اوف اس الموجوده عندي اس سكويرد بلس 4 اس بلس 3 على اس كيوبد بلس 6 اس سكويرد بلس 8 اس. الان هذه لما لو اخذها طلع عندي الاوردر تبع النومريتر اصغر من الاوردر تبع الدينومينيتر، وهذا طبيعي في حاله الكونتينوس تايم. الان انا عملت بارشل فراكشن، وفي الماتلاب البارشل فراكشن تعمل بتستخدم الكوماند ريزيديو، وطلعت لنا 0.375 على اس، 0.25 على اس بلس 2 بلس 0.375 على اس بلس 4 الموجود عندي، يعني طلعت عندي كل قيمه لها ها عندي هذا ستيب، هذا بول ات ماينس 2، هذا بول ات ماينس 4. الان هذول بدي احولهم كل واحده فيهم للمرادف، الواحد على اس الستيب بتساوي زي على زي ماينس 1، البول اللي عندي ات ماينس 2 ايش بيساوي؟ زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس 2 تي، بلس البول ات ماينس 4 بيساوي زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس 4 تي، ولو عوضت عن تي بوينت 1 بطلع عندي ارقام بجمعها بطلع عندي هاي الـ يعني الديسكريت ايكويفالنت للترانسفير فانكشن هذه، بس هنا في الزي دومين وهنا في التايم هنا في عالم الديسكريت وهذه في عالم الايش الكونتينوس الموجود عليه. وهذا الماتلاب اللي بتعملوه بيعمل الشغل تبعه، المفروض يعطيكم نفس القيمه الموجوده. طيب
الآن لما أنا بتكلم على السوليوشن للديفرنس إيكويجن، تعرف الديفرنشال إيكويجن كنا نجيب سوليوشن لهم، فنفس الشيء بدنا نجيب سوليوشن للديفرنس إيكويجن. في عندي 3 أبروتشز. الأبروتش الأولاني بنسميه الكلاسيكال أبروتش، وهذا بندخل فيه يعني بنشرح كمان شوية. في السيكوينشال بروسيجر، في الأبروتش الثالث بنسميه الكومبلكس أبروتش. الموجود اول واحد اللي بنشرحه هان بنشرح السيكوينشال، يعني ايش اللي عندي. هاي بيقول لنا فايند الاكزامبل ام اوف كي، قديش قيمه ام اوف كي. ام اوف كي هذا الاوتبوت بتساوي اي اوف كي ماينس اي اوف كي ماينس 1، هذول الانبوت، ناقص ام اوف كي ماينس 1 اللي هي البريفيوس اوتبوت اللي عندي لكل كي جريتر ايكوال 0. طب قيمة E of K الانبوت ايش بتساوي؟ بتساوي 1 لما K بتساوي even، وبتساوي 0 لما K بتساوي odd. والانيشال كونديشن ايش عندي؟ E of minus 1 and M of minus 1 هدول بيساوي 0. في حاجة نسيت احكي لكم اياها، بس هذا من المعلومات العامة اللي ضروري تعرفوها دائما، وهذا من الاسئلة اللي بتنسأل لأي حد بده اشوفه بيعرف كنترول ولا ايش هي. بقول لهم لما جبت الترانسفر فانكشن قديش كانت الانيشال كونديشن؟ في حدا بيعرف؟ قيمة الانيشال كونديشن عادة بتكون بتساوي كام؟ بتساوي زيرو انيشال كونديشن. هذه معلومة مهمة جدا تعرفوها، انه انا تحت الظروف الطبيعية هنا بتكلم على لما اجيب اي ترانسفر فانكشن بتبقى الانيشال كونديشنز بتساوي زيرو. هذا من المعلومات اللي بتنسالوا فيها دائما. فالسوليوشن اللي انا ايش ببدا؟ ببدا من كي بتساوي زيرو، كي بتساوي 1، الاندكس هذا باخده من زيرو لحديت ما انا اتعرف على السيكونس اللي بيعطيني اياها، او بجيب الاشارات اللي عندي. طيب لما ام كي بتساوي زيرو يبقى اي بدها تساوي زيرو ناقص اي ماينس 1 ناقص ام ماينس 1. الاي ماينس 1 والام ماينس 1 هذول قلنا بيساوي 0، حطيت 0. طب الاي اوف 0 هذه ايفن، اخذت رقم 1 فطلع الاوتبوت بيساوي 1. حطيت 1 هان فصار عندي الاي هان بدها ب 1 هان ماينس اي اوف 0 وام اوف 0. الاي اوف 1 هذه اد تاخذ القيمه 0، الاي اوف 0 هذه ايفن فاخذت القيمه 1، والام اوف 0 انا حسبتها قبل شوي طلعت عندي 1، فلما هنا ناقص 1 وناقص 1 طلع عندي ايش؟ ناقص 2. رحت للام 2 فصار اي 2 اي 1 ام 1. الاي 0 هذا الاي في 1 بتساوي 0، والاي في 2 هذا ايفن بتساوي 1، والام في 1 انا حاسبها قبل شوي بتساوي ماينس 2، فصار ماينس ماينس 2 صارت بوزيتيف 2، وهنا 1 صار 3. وهكذا انا رحت لثلاثة واربعة طلعت ناقص اربعة وناقص خمسة، لقيت الرقم اللي عندي بيطلع مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. طب وقت ايش بكون نيجاتيف؟ لما الكي هنا بتبقى اد، فلو حطيت ناقص واحد للكي هذا بدها تكون كي اللي عندي القيمة بدل ان، ناقص واحد للكي بيطلع عندي هاي اخذت اي توك كير اوف السيجنال الفلابنج للسيجنال او السويتشنج تبع السيجنال اللي عندي. طب ايش بلاحظ؟ لما هذه بتساوي زيرو هذه بتساوي واحد، يعني جمعت للزيرو ايش؟ واحد. لما هذه بتساوي واحد هذه اثنين، يعني جمعت للرقم الهان لساتني واحد، هذا اثنين ثلاثة، يعني انا بجمع للرقم اللي عندي واحد، فبحط هنا كي زائد واحد. الان هذه اللي عندي هذه كلوز فورم سوليوشن للام اوف كي اللي عندي الاوتبوت، الاوتبوت ام اوف كي صار بيساوي ناقص واحد للكي في كي بلس واحد. الان هذه مش دائما بتبقى واضحه، يعني احيانا بقدرش اصل لهاي، بس المطلوب مني في الحاله هاي مش انا عدي هاي، بقول لك جيب لي اول خمس قيم مثلا للاوتبوت للديسكريت اوتبوت، فاول خمس قيم هي. هذه الطريقه اللي سميناها احنا ايش؟ قبل سيكوينشال ميثود. هذه الان لحسن الحظ مش في طريقه ثانيه اللي بنجيبها باستخدام الزي ترانسفورم. طب باستخدام الزي ترانسفورم ايش اللي عندي؟ اخذت الام كي هيها وحابب احول هذه لايش؟ للزي. اخذ الزي ترانسفورم للديفرنس ايكويشن هاي، ايش هذه بدها تصير؟ ام اوف زي.
هذا يصير اي اوف زي، هذه زي ماينس واحد في اي اوف زي، وهذه زي ماينس واحد ام اوف زي. الان الامز بدي اجيبهم جنب بعض، فهذا الاشاره بدها تيجي هذا بدها تصير عندي ايش؟ بوزيتيف، صار عندي واحد زائد زي انفيرس في ام اوف زي، وهنا واحد ناقص زي انفيرس في اي اوف زي. يبقى ام اوف زي ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي زي ماينس واحد على زي بلس واحد في الاي اوف زي. الان اي اوف زي هذا بدي اعملها ريبريزنتيشن كعالم ديجيتال. فالاي اوف كي كان عندي بتساوي واحد وزيرو، لكي ايفن وكي اد، يعني ايش انا؟ الاد فاليو عندي زيرو، والايفن بدي اساوي واحد زائد زي ماينس 2 زائد زي ماينس 4 زائد زي ماينس 6 وهكذا اللي عندي. او لو قلت عندي زي هذه زي ماينس 2 بدي اعتبرها بدها تساوي واي، فصار عندي واحد زائد واي زائد واي سكوير زائد واي كيوب وهكذا. هذه لو استخدمت المعادله اللي عندي اللي هي واحد على واحد ماينس واي بتحلها، يعني وبعدين بعوض عن واي بيصير عندي واحد على واحد ماينس زي ماينس 2. الان اضرب النوميريتر والدينومينيتر بزي سكويرد، فصار عندي زي سكويرد على زي سكويرد ماينس واحد، هاي بحللها بتعطيني زي ماينس واحد زائد زي ماينس 2. لما اضربها في هان زي ماينس واحد مع زي ماينس واحد بتروح، بصير عندي الام اوف زي بدها تساوي زي سكويرد على زي 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 بلس واحد ايش سكوير الموجودة عندي، وهذا لما اضربهم في بعض تعطينا زي سكويرد بلس 2 زي بلس واحد. الان في عندي عدة طرق لاجيب لها. احد الطرق اللي بدي اجيبها بمسك هذه اللي طلعت عندي وبعملها بارشال فراكشن، او بدي اطلع على التيبلز، يعني بدي استخدم الديفينيشن، او بدي استخدم التيبلز، او بدي استخدم فيها اللي بنسميها الطريقه اللي هاي بنسميها لوزنج يوزنج اللينك ديفيجن، يعني باجي وبقسم زي سكويرد على زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1، وباجي ايش بدي اضرب في هاد عشان تعطيني هذا اول تيرم، معناته هذا واحد، بصير عندي زي سكويرد زائد 2 زي زائد 1 بدي يساوي لها، بدي اعكس الاشارات اول تيرم بروح بصير عندي ماينس 2 زي ماينس 1. الان ايش بدي اضربهم عشان تعطيني هاي؟ لو ضربته بماينس 2 زي انفيرس بيعطيني اول تيرم وبطير وبكمل معها. هاي حنفرجيكم اياها المحاضره الجايه عندي. بس الارقام اللي طلعت عندي ها ايش طلعت؟ 1 ناقص 2 3 ناقص 4، الارقام اللي طلعت عندي قبلها. بس هذه طريقه اللونج ديفيجن، وهذه طريقه السيكوينشال، والطريقه الثالثه اللي هي بدي اروح عندها في عندي حاجه بنسميها الكومبلكس انتجرال اللي بدي استخدم فيها هذه، او بدي استخدم التيبلز تبعات الزي ترانسفورم. هذا بشكل عام اللي احنا بدنا اياه نوصل لكم اياهم في شيء. فالمطلوب منا ايش؟ المطلوب منا حاليا يمكن الاسبوع هذا بحط لكم بعض الاسئله اقول لكم حلوها، هذه كواجب عليكم حلوها عشان تشوفوا تجربوا. بس المطلوب منكم في الاساس تراجعوا الزي ترانسفورم من كورس السيجنالز، وال يعني من كورس السيجنالز والسيستم بشكل عام. بس هذه الفكره الموجوده. كيف انا واضحه الامور؟ هذا اللي انشرح لكم قبل، يعني احنا عدناه هنا اليوم. صحيح، لسه بحكي لنا تسليم من شويه. ما هي احنا المره هاي عشان اول مره، يعني في مش كلكم يمكن حصل الفرصه ان تطلع على كل الفيديوهات، بس بعد هيك بنيجي هان الكل بيبقى حاضر الفيديوهات، اللي عندها اي استفسار بنجاوب عليه. يعني الاصل نستغله في الحاجات نوضح الامور اكثر ما هي. لو في اكزامبل بدكم اياه ينحل بنحله مع بعض، بنقول لكم هذا هيك الحل وبهذه الطريقه. وطبعا زي ما حكيت لكم احنا بنيجي للماتلاب وبنشغله وبنقول لكم شغله على هذه الشغله عشان يعني الاصل تتعودوا على استخدام الماتلاب في الشغل تبعنا. كويسين هيك؟ تمام. دكتور تفضلي. بدي
بس بدي أسأل سؤال هلا، شو اسمه لما كان اللي هو الموديل تبع السيستم اللي هو البلوك دايجرام، هلا دايما بنشوف احنا مثلا عند تيم معين زمن معين تايم معين بنشوف الايرور قبل ما بنشوف الاوتبوت، قبل ما نشوف الايرور اللي رايح على الانبوت كنترول. ما يعني هو انت اللي عندك يعني عادة ايش اللي بيحصل؟ انت بتتكلم على الاوتبوت الاصل عندك بيطلع مع يعني بيطلع في نفس الوقت، لانه هذا في سنكرونايزيشن، بس الاوتبوت اللي انت بتشوفيه من شقة البلانت، الايرور بتشوفيه من شقة الانبوت للكنترولر. كويس. الان انا لو الايرور تبعي، يعني خلينا نقول الايرور هو عبارة عن ايش؟ الاوتبوت، وبقارنه او بطرحه من الريفرنس سيجنال، مظبوط؟ لو صار ماتشنج الاوتبوت مع الريفرنس سيجنال حيعطيني الايرور ايش؟ زيرو. معناته الكنترولر مش حيشتغل، حيرتاح، وهذا المطلوب. تمام. هلا بس انا عشان بسال عشان قصه الكازل سيستم. الكازل سيستم في ايش؟ ايش دايما لازم يكون الاوتبوت يعني بيسبق انه قبل ما يطلع اوتبوت عند التايم هذا، فلازم يكون طالع قبل ما يطلع ايرور عند التايم هذا لازم يكون طالع اوتبوت. فدايما يعني لازم يكون ما هي هذا السؤال بيجي قديش انا هذا انت سابقانا بالمحاضرات. يعني الان انا بحكي كل ما صغر السامبلنج تايم ايجابي بيعطيني يعني مور اكيوريت سيجنال ذان انه يكون كبير، يعني لا بتعطيني حاجه قريبه للكونتينوس. طب ما صغر على الاخر ايش اللي بيصير؟ انه في عندي بروسينج تايم، وفي عندي عادة لما أود الإشارة من شقة الأوتبوت أرجعها للإنبوت، عادة في سنسرز أو في نتورك، فهذا بصير ديلي. فعشان هيك بحط ليمت عندي لقديش يكون القاعدة عندي. القاعدة العامة بتقول للسامبلينج تايم بين 5 ل 20 من الهايست فريكونسي للسيستم. عرفتي؟ يعني بكرة في اختيارنا للسامبلينج تايم وهي بنشرحها هذه الفكرة، بس في حدود متعارف عليها، هذه بسميها الرول اوف ثام في اختيار ايش السامبلينج تايم. انت بدك تعطي وقت كافي انه الاوتبوت يصل عشان الايرور يطلع عندك، عشان تقدر تحسبي الاوتبوت للكنترولر. فهذه من الريستريكشن اللي بتصير على كيف اختيارنا للسامبلينج تايم. تمام دكتور، فهمتها، شكرا. العفو. اي استفسار تاني؟ طيب اذا ما فيش استفسارات تانية يعني هيك بنبقى اليوم خلصنا. بس ايش الفيدباك تبعكم المرة هاي احسن من الفصل اللي فات في حكاية اللقاء الاسبوعي؟ الان انا حطيت حاجتي على صفحة المودل، حطيتكو حاجتين. احنا كمدرسين يعني يمكن هذه معلومة لكم، كل مدرس المفروض له 3 ساعات مكتبية على المودل او على اي منصة بده بيحب يحطها لكم، بس لازم يحددها. وحكاية تحديد المحاضرة هاي وقت المحاضرة بيبقى خلص نعرف ايش هو، واللينك ببعث لكم اياه قبل، يعني بيبقى عندكم اللينك وعندكم كل اشي جاهز. بتشوفوا انتوا المحاضرات زي هيك والمحاضرات المصورة، وان شاء الله يعني بتكون الفائدة احسن وبنوصل لفهم افضل من اللي كان الفصل اللي فات. كويس هيك؟ تمام. طيب يعطيكم العافية، وبنشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، او عندكم اي استفسارات بتبعتوا لي على المودل. تمام هيك؟ تمام يا دكتور، يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم، الله يعافيكم، مع السلامة. السلام.